كما ما يتسمت بأن عايز بوغماز وسان دي عمز الأطلس الكبير وخلاص انت عايز بوغماز يعني عايز بوغماز عايز بوغماز يعني الأطلس الكبير عايز بوغماز يعني الله فالي خطر يعني 20 كيلومتر لي 32 أدوار إلين ديال لاتيتيود ما بين أدوار نوبوتي ديال لاتيتيود ستير أدوار نوفلا إلا أبوتي 1760 أدوار نوفلا إلا 2200 يعني راه يعلى بزاف في الناس هي ختاما الجبل دي على ويسين دي على المغرب مثل ما قلنا 4060 يعني تاير دات صعب يسال تات صعب يسال لانه تليز البرودة بزاف تكرام الى وتفال الى كل شيء دا اغراس الا دا تخص ازلال 76 كيلومتر صعب غراس شوية لكن دغيك يقول لا غراس اضنين زد منات يقول سهل نفضل مراكش 234 كيلومتر نفضل الدار البيضاء تقريبا 350 كيلومتر تخدم مراكش شوط سكشتو دوا خدمت سوا 1998 مادة طبيعية أرسيس نسكاري تسنت لوحات وخا تيا تيا ماتيريال تيا ديكور دريت سيو لي طابلو أرسيس نسكاري اللوحات تقى فيها كيس نترمس مزيخ كيس نترمس لي تطواج كيس نسكاري بزاف الحوايج تنعات من الثقافة من تمازيش الأغلبية ديال الزواقات اللي كانوا عندنا في المنطقة يعني شي حاجة بحال قلتي اللي ورثنا على الأبوين ديالنا وعلى جدودنا مثلا كنعرفوا في الثقافة الأمازيغية يعني كاين مثلا تيفينا كناخذوا منهم الزواقة كنديروهم وربما أن الزربية هي اللي حافظت على التيفينغ باش يخرجوا للوجود يعني المرأة كانت كتخبع دوك تيفينغ في الزربية يعني من تما كناخذوا حتى حنا الزواقات من لوشام اللي كانوا كيديروا العيالات مثلا قبل ولاو الناس كيديروا وكاين عاود ثاني وكتزيد تجتهد مثلا كتلقى شي صنعه اخرى فيها مثلا شي حوايج اخرى ربما كتاخذهم وكتدخلهم في الناس هادو هما الحوايج اللي كنا كنعتمدوا عليهم فعلا تكورخ مشاكل التسويق الاول لان اللي لن تحاول ما امكن نسوقها سير معارض نغد مجدي التشيون نمشي شنز الزائر نغد شنز السائح اجنبي مجدي كش مغرت مازيرت السياحة نكون يتدرس غورخ ماشي بزاف يعني قليل ما نيدا ديت الدوشيون زي العطالة مشي ديت الدوشيون غد العائلة نغد مجدي منشيون شنز السائح دغيك الحمد لله انا غول دان تخدم تخدم دغيا تخدم تزربيت سنتيس دا يسنزا ما خيش شجع اكثر هو ان المنتوج ديالنا انا دت كانت تثمين مادام اديت نتنزنزا يعني لا تعاون انت قلت انت يعني تمطو تدا تخيت حمزه راه تقيم الا تخدم غاسي يخف النس ولكن الا تخدم قلت المجتمع النس دوي الدغناغ تسنعات شان الحاج تيوهلنا بزاف تلاقي المتناول زعما وريت شان الحاج تيوعر خاصها تنفهم مزيان المهم دي حلاوي الدغناغ تسنعات يوهن بزاف ممكن الافكار الدغناغ حتى ممكن اني دير شان الافكار يا ضنين حتى يا المهم هي الفرصه دي غنفكر كي كيت الحوايج يا ضنين نا يقدر هذا غير شي دير ايد الديزاين يا ضنيني يتزربيني يا ضنيني خوشي عجبه تزويري اشقا اشكو تين نفكر باش نرسم هيرا باش نرسم هيرا باش تيني يتزربي انتك سيخفا لقتينا دغيك احلى تحلى تكوين اشكو تين نفكر يوان مشات خاطر باش الناس هيرا الحاجه تاع التصور باش هذا اختي فيا ينونا ين نوع حلان ديال نوع حلان
يعني ولو أن سمعنا مثلا غادي تجينا هذه خبيرة في الديزاين مثلا بريطانيا، يعني ما جاتناش بديك الفكرة ديال أن الثقافة ديالنا خصها تحيدها مثلا وغادي تجيب لنا ثقافة أخرى، ولا لا، الثقافة ديالنا غتبقى محافظ عليها، غير هو غادي تبتكر فيها كيفاش غتوصلها لعالم أخر بطرق أخرى. هذا هو اللي عجبني في هذا الدوران.